ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد هنرسم فتيات القوة مع بعض. تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة ايامي، لايك وشير الفيديو، سيبولي كومنت من كومنتات كل بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوني هرجع لكم بالتفاصيل. رجعت لكم تاني عشان نبدأ نرسم مع بعض. ان شاء الله يبقى سهل وبسيط بالنسبة لكم. امشوا معايا بالخطوات واحدة واحدة. اول حاجه بنعملها بنرسم بقلم الرصاص، طبعا زي ما انتم متعودين مني بنرسم بخط خفيف خالص في البدايه، نحدد اماكن كل حاجه، بعد كده نبدا نحط التفاصيل بتاعتنا. انا هنا عملت الراس بتاعتهم خلاص، مكانهم بالنسبه لي كويس في اللوحه. هبدا احط التفاصيل وازود بقى كل الودان والشعر، العيون، حاجه حاجه كده بالراحه، برضو بخط خفيف زي ما اتفقنا. اللي ما شافش درس ازاي نلون صح يرجع يشوفه، عشان الناس اللي لسه اول مره تتابعني هنعرف ليه مش بنعمل بالرصاص بخط تقيل وايه الغلط اللي ممكن يحصل لو احنا عملنا كده. فأي رسمة لو قسمنا كل حاجة أو حولناها لأشكال هندسية هتبقى سهلة جدا جدا. الرسمة هنا عبارة عن بيضاوي مستطيل ومدور، يعني كلها أشكال هندسية بسيطة هتطلع معانا الرسمة زي ما احنا عايزينها وأحسن كمان.
أول ما الرسمة بتاعتنا تكمل ونبقى راضيين عنها بنسبة 100% خلاص هنبدأ بقى نحبر أو نعيد على الخطوط اللي هي الأساسية بتاعتنا أو اللي احنا خلاص عايزينها بالقلم الايه الحبر. انا حاساها محتاجه قلم حبر تقيل شويه او زن متخين، فنجيب القلم الماركر وابدا ان انا اشتغل عليه تاني.
وبكده نكون خلصنا كل التحبير. هنبدأ نلون بقى زي ما اتفقنا او زي ما انتم متعودين، انا بسرع التلوين لكن انتوا تلونوا بالراحه على مهلكم، وارجعوا تاني شوفوا الدرس ازاي نلون صح للناس اللي ما شافتوش. انتوا هتلونوا على مهلكم، ما تسيبوش اي فراغات بيضه وما تخرجوش بره الشكل، وامشوا كله في نفس الاتجاه. وبكده بقى خلصت، يا رب تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه بالنسبه لكم، واتمنى ان انتوا ترسموها وتبعتوها لي على جروب الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في القناه. ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل ولايك وشير الفيديو، واسيبوا لي كومنت عن رايكم في الفيديو وعن اي شخصيه تانية تحبوا ان انا اعملها لكم، واستنوني فيديوهات تانية كتير. على خير باذن الله.